شكرا. السلام عليكم. انا غير كنت دايزة خطوات هنا لعند السيد هذا الخياط هذا، واذا بيت كنلقى هذه المبادره شيء يثلج الصدر، شيء يفرح. تحيه لهاد الناس، تحيه للناس السلام، تحيه للمواطنين اللي كل واحد ساهم بالكثير وبالقليل. كاين ادويه، كاين مواد غذائيه، كاين لباس، ما شاء الله عليكم. تحيه لكم، وهكا باش معروفين المغاربه، المغاربه معروفين بالكرم بالجود بالوقفه القويه في الوقت ديال الضعف، في الوقت ديال الازمه. ما شاء الله عليكم جميعا. تحياتي من انا كنسكن في عين السبع، ما شاء الله عليكم وتبارك الله عليكم، ما شاء الله على الاخت اللي راه مكلفه، ما شاء الله على الجمعيات اللي واقفين. تبارك الله. احنا ماشي جمعيه، احنا ساكنين. الناس انا ما عرفتش الناس اللي راهم غادي يقوموا بالواجب وغادي يؤديوا الواجب حتى المكان اللي هو يا محتاج بهاد الامتعه وبهاد الادويه وبهاد التغذيه وبهاد هذا. شكرا لكم جميعا، وكا كيكونوا المغاربه وتصفيقات حاره على جميع ما هو مغربي. تصفيقات حاره. وانا كمغربيه، وانا كمغربيه وعزاز عليا المغاربه خوتي، ضروري ما غادا نتاثر. انا كندوي دابا وكل اللي كنرتاعش. علاش؟ لان حنا واقفين على رجلينا في هذا الوقت اللي راهم ناس تحت الانقاض، طاح عليهم الجبل، ما قدروش حتى يخرجوا من تحت الانقاض. معك امل هدي، مراسله صحفيه. انا الساكنه ديال سلام جوج. احنا من شفنا الاخوان اللي داروا هذه المبادره، كما شفتي معنا الصباح كان عندنا شي حاجه بسيطه. انت تبارك الله كتشوف ثلاثه جوج شاحنات والسياره اللي غدا معبينا ان شاء الله. كيف كتشوف معنا الاصدقاء ديالنا ولاد الحومه ولاد السلام جوج، داروا معنا واحد المبادره اللي طيبه، كبير وصغير تعاون معنا. الله يجازي كل واحد وقف معنا ودار معنا يده ماديا ومعنويا. احنا المساعده جمعنا لبس، منطات، حويج، زيت، سكر، اتاي، ليكوش، حتى من شي مسائل شخصيه ديال العيالات خديناهم، رضاعات، كاسات، الحليب ديال الوليدات. يعني دواء. تحيه بعد الاخت الفرماسيان ديال صيدليه الملك اللي ساهمت معنا حتى هي بجوج جوج كراطن ديال الدواء. الناس اللي ساهموا معنا تما بالدواء، يعني الحمد لله. تشكر الوالده ديالي بعد اللي ساهمت اول وحده هي والاخت ديالي، تنشكرهم بزاف. جميع الناس الساكنين، يعني جميع الناس. شوف انا بالنسبه من الساكنه ديال سلام جوج، انا في هذا الوقت هذا تنقول انا سلام جوج وافتخر. سمعتي؟ وكان الساكنه ديال سلام جوج تحيه لهم كبيره. عندي اخر الوجهه اللي غتشافوا ان شاء الله. احنا ان شاء الله غادي نمشيو للمناطق اللي ما وصلوش لهم ناس اخرين. غادي حاليا احنا ان شاء الله لشيشاوه، وان شاء الله غنديروا لهم واحد اللايف تما كاينه على كاز هذاك 36، غيكون اللايف تما كاينه ان شاء الله، وغادي نوريهم هذا الشيء اللي غادي يوصل. وان شاء الله نهار الخميس عاوتاني غادي نعاودوها، باش نهار الاحد ان شاء الله غتكون الوجهة ديالنا مدينه واحده اخرى. شوف،